وصلنا لفقرة حق الجماهير مع نجمنا مختار مختار. يا ترى الجمهور هيسأله ايه وهو هيرد على ايه؟ نبدأ؟ ماشي. هل ممكن نشوفك بتدرب المنتخب الوطني الأول ولا هي ماشية واسطة ومجاملات بس؟ زي ما بقول ان ده يعني اكيد ان هو ده حاجة هائلة جدا بالنسبة لأي مدرب في أي حتة ان هو يدرب منتخب وطن، فده أمر يعني. هل في مجاملات زي ما بيقولوا يا كابتن مختار؟ لا انا ما بخشش في الكلام ده. لا انا ده الجمهور اللي بيسال. لا ما اعرفش. اللي بعده بوجه له، حضرتك مقتنع ان انت بتدرب فرق ما بتنافسش على بطولات في الدوري؟ ارجو ان انا يعني ادرب فرقه تنافس، لان انا فعلا نفسي اخد بطوله. اكيد البطوله محتاجه امكانيات، اكيد الامكانيات في فرق معينه. هل ممكن تلاقي المواصفات دي في انديه اخرى غير النادي الاهلي؟ فيها الانديه طبعا، في طبعا يعني ممكن مش هتاخد يعني على الاقل مش هتاخد افريقيا او ممكن برضو تاخد افريقيا، يعني ممكن تخش من يعني ممكن تنافس على المربع الذهبي، ممكن تكسب كاس مصر. المربع ما عادي يعني ما فيهوش مشاكل كبيره قوي، لكن هو اهم حاجه البطوله هي اللي بتفضل. وهي دي اللي ليها قيمه. اللي بعده بحب اسالك سؤال، حضرتك مربي دقنك ليه؟ سنة للنبي. انا يعني من سنن النبي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مربي لحيته. اللي بعده يعني بعد الفترة الأخرانية بعد ما الأهلي ما كان المدرب الأخراني مشي، فكنا بنتوقع إن أحد أبناء الأهلي يشتغل يجي لنا كمدير فني، فإحنا إن شاء الله كابتن مختار إمتى نشوفه مدير فني النادي الأهلي؟ أهو جاي لك السؤال أهو يا عم أهو. يعني نتمنى ان شاء الله يكون يعني، والتمني ده صحيح انا بقول تمني مش حاجه مش كويسه، لكن نرجو ان يعني الظروف تسمح يعني. هل النادي الاهلي بيفضل دايما المدرب الاجنبي على المدرب المصري؟ في اكثر الاوقات. اكثر الاوقات. اللي بعده ايه رايه في اختيار موسيماني كاول مدرب جنوب افريقيا او افريقي بشكل عام ان هو يدرب النادي الاهلي، والنادي الاهلي من الفرق العريقه جدا؟ مجسم يعني الحمد لله نجحت مجازفة ونجحت، الراجل محقق بطولات. انت شبه مجازفة. كانت مجازفة. هل نجح كابتن محمود الخطيب في ان يتعاقد مع موسيماني في الوقت اللي هو هي مجازفة، هو جازف. جازف وهو يعني اكيد ان هو برضه يعني نجح. موسيماني حقق نسبة نجاحها قد ايه مع النادي الاهلي؟ لغاية دلوقتي نجاحها باهر. لانه متهيألي كل الـ المسابقات اللي هو دخلها كسبها دي حاجه هايله جدا.